سعيد عيد الحجوب، اليوم كنتي في لقاء تواصلي مع المكتب ديال لاراديما من اجل الاستماع للمشاكل ونقل المشاكل ديال السكينه للمكتب ديال لاراديما. بحكم انك نائب رئيس ديال المجلس مقاطعه كيليز والانتظارات ديال المواطنين، كيفاش كان النتائج ديال هذا اللقاء؟ اولا تنشكركم، تنشكر جريده موقع مراكش الان على الحضور ديالها اليوم. عيد الحجوب سعيد، عضو مجلس اداري لاراديما. اليوم تلقينا الدعوه من السيده المديره العامه، مشكوره على الدعوه باش نتواصلوا باش تعرفوا، يعني في انتظار المجلس الاداري القادم ان شاء الله. ولكن حنايا تقريبا من نهار الانتخاب بدا من المجلس الاداري، والمواطنين والمنتخبين خوتنا حتى هما تيتصلوا تيسولوا، لانه حنا في الانتخاب هما اللي صوتوا اننا نجيو للمجلس الاداري. يعني اليوم طرحنا المشاكل، حنا غنتعاونوا ان شاء الله باش المواطنين وخصوصا الطبقه العشاء اللي حنا جينا منها باش تسهل لهم الامور ديالهم بالنسبه للكونتور الثاني والكونتور الثالث. يعني واحد الانسان با مكانه نعطيه مكانه، الى ما كاينش كيفاش نديروا لجنه مختلطه وكلشي يتحمل المسؤوليه كمجلس كسلطه ولائيه كجميع المصالح، وكلشي يتحمل المسؤوليه باش نفكوا الناس، لانه راه كاين دابا 3 مليون 3 مليون يجيو تولي مكانه، واحد في الدار اللي خدام والاخرين ما خدامو بيخلصوا، لانه عندهم مكانه وحده. كل واحد نعطيه مكانه، انت اللي ما خلص ديري، حنا ما بغيناش شي واحد يدوي فابور، ما بغيناش واحد يدخل ما فابور. خلص ليه وانت ما قول ليه الثمن، ولكن سهل ليه في الوثائق. واش واحد الانسان تيجي تقول ليه بنت خالتي يقول لك تجيب لي شهاده الربط، شهاده الربط راه السلطه تحيدها شحال هذا، لانه فعلا ما قانونياش. حنا فاش عرفنا ما قانونياش عرفنا السلطه عندها الحق، ولكن نديروا البديل، نشوفوا شهاده اداريه من عند القايد، شهاده السكنه، عنده لاكارت ياك فيها العنوان، خرج لجنه شوف الا عنده الحق نعطيوه، ما عندوش الحق لا ما عندوش الحق، الا كان شي دوار اللي تيستحق خاصنا نعطيوه، والدوار اللي ما تيستحقش وبيتحول هذاك راه بيتحول. يعني ندير لجنه وهذا الموضوع هذا خصو يتحط في الاعتبار، لانه راه هذا المشكل ديال الموضوع راه من اكبر المشاكل اللي كاينه في مراكش دروك. تسهيل المساطير الاداريه، وتنطلب من السيده المديره العامه، وتنشكرها على حفوه الاستقبال، وتنشكر جميع الاعضاء على استعاده الصدر ديالهم، والسيد ممثل السلطه حتى هو هكاك. حنا بغينا ان شاء الله من المجلس الاداري في هذا العام يتحل هذا المشكل، اللي بغى يدخل الضو نعطيه يدخل الضو، اللي بغى يدخل الماء نعطيه يدخل الماء، الا بغى يتعوض كنهار يبغى يتعوض ونحيد على الكونترول مليون، ما عنديش اكثر مشكل، يعني ماشي شي حاجه اللي كبيره. وشكرا لكم جميعا.